وهذا الشيء كان راجع خاصة يعني لتأقلم يعني اللاعبين مع المحترف الثاني، ولكن بعدها يعني بعد ما خذينا شوية يعني ثقة نقدر نقولوا بدينا نلعبوا يعني المقابلات كل ارتياح يعني، وبداوا النتائج يعني تجي. انا نقول لك باللي اليوم يعني وخاصه بعد نهايه المرحله الاولى يعني في مرتبه كما نقولوا احنا مشرفه، يعني اللاعبين نشوف فيهم يعني بانهم يعني يتالقوا من مقابله الى اخرى، والحمد لله النتائج راهي تتبع، ورانا نمارسوا في كره يعني نظيفه، ونتمنى ان شاء الله يعني باش نكملوا في هذا المشوار، ولبلا يعني اذا كملنا هكذا مقابلتين او ثلاثه نقدر نقول لك باللي نقدروا نلعبوا يعني اون بلاس في البوديوم. يعني تبدل الهدف تاعكم شيخ؟ والله اذا النتائج يعني جات في هذه الثلاث مقابلات اللي جايه نقدر نقول لك باللي نبدلوا الهدف ان شاء الله، ونلعبوا يعني ورقه الصعود 100%.